بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في هذا المقطع بإذن الله سوف أتحدث عن الأهداف التي استطعت إنجازها من بعد دورة الإلقاء الإثرائية، وأيضا سأتحدث عن انطباعي تجاهها. بداية، كوني طالبا في المرحلة الثانوية، فالجميع يعرف أنه علي كتابة العديد من المقالات وصناعة العديد من المشاريع، لكن بعد دورة الإلقاء الإثرائية استطعت معرفة كيفية كتابة والتفرقة بين أنواع وأجزاء الكلمة، وأيضا عرفت طرق الإلقاء، وأيضا استطعت تطبيق لغة الجسد على أكمل وجه، وأيضا استطعت تطبيق الآداب الخاصة بالإلقاء، وأيضا عرفت كتابة وصناعة الخرائط الذهنية وأهميتها وطرق استخدامها للاستدلال بالكلمة. لذلك في الختام أود شكر جميع المدرسين والقائمين على هذه الدورة الإثرائية الرائعة، فقد استفدت منها الكثير، وأيضا هناك العديد من الأهداف التي لم أستطع ذكرها لضيق الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.